السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2-2. سنكمل بإذن الله درس التصميم الرسومي الجزء الثالث. أهداف الوحدة الأولى التصميم الرسومي: أولا مفهوم الإعلان وأهميته، أنواع وسائل الإعلان وأهميته، أنواع وسائل الإعلان التجارية ومواصفات الإعلان الفعال، بالإضافة إلى أنواع التصميم الرسومي ومبادئ التصميم الرسومي وأهم عناصر التصميم الرسومي وأهم أشكال التصميم الرسومي وأدوات التصميم الرسومي والاختلافات بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية وأهمية وجود الشعار في الإعلان وتصميم شعار باستخدام برنامج إنكسكيب وتصميم منسق إعلاني باستخدام برنامج الإنكسكيب وتصميم إعلان متحرك باستخدام برنامج الجيمب والأدوات التي سيتم استخدامها في هذه الوحدة: برنامج الإنكسكيب وبرنامج الجيمب والصور مايكروسوفت. سنتعرف في درسنا اليوم على الاختلافات بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية وأهمية وجود الشعار في الإعلان بالإضافة إلى تصميم شعار باستخدام برنامج الإنكسكيب. تعلمنا في درسنا الماضي التصميم الرسومي. ما هو التصميم الرسومي؟ هو استخدام مجموعة عناصر كالصور والرسوم والرموز والنصوص ودمجها لتوصيل المعلومات بطريقة بصرية مؤثرة، بالإضافة إلى أنه قد يكون تصميم رقميا أو غير رقمي. أيضا تعرفنا على أنواع التصميم الرسومي. أولا تصميم الهوية البصرية، وهو استخدام تصميم الهوية البصرية وهو استخدام الصور والأشكال والنصوص لتبرز هوية الشركة، بالإضافة إلى تصميم التسويق والإعلانات، يستخدم للترويج عن خدمة معينة مثل رسومات وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا تصميم المنشورات مثل الكتب والصحف والنشرات الإخبارية والمجلات. أيضا تعرفنا على تصميم أدوات التغليف للمنتجات، مثل أدوات التغليف والتعبئة والعناصر المرئية الأخرى مثل الملصقات والمغلفات. أيضا تصميم الحركة، يتكون من رسوم تطبق عليها بعض تأثيرات الحركة، وتشمل هذه التصميمات ألعاب الفيديو. أيضا تعرفنا على تصميم الويب، وهو إنشاء صفحة إلكترونية سهلة الاستخدام وممتعة في التقديم. أيضا تعرفنا في الدرس الماضي على مبادئ التصميم الرسومي، وهو مهم جدا في درسنا اليوم لأننا سنقوم بتصميم شعار يعتمد على مبادئ التصميم الرسومي، وأهم المبادئ هي التوازن والمحاذاة والقرب والتكرار والتباين. أيضا تعرفنا في درسنا الماضي على عناصر التصميم الرسومي، مثل الخطوط والأشكال والألوان والطباعة، بالإضافة إلى البنية والحجم والفراغ. أيضا تعرفنا على أشكال التصميم الرسومي، مثل تصميم تجربة المستخدم UX، وهي تركز على كيفية عمل الأشياء معا وكيفية كيف يتفاعل الأشخاص معها. وذكرنا أن في تصميم تجربة المستخدم يبرز أهمية رضا العملاء. أيضا تصميم واجهة المستخدم، وهي تركز على الشكل والتخطيط الخاص بهذه الأشياء. أيضا تعرفنا على أهم برامج التصميم الرسومي، وذكرنا أنه يوجد برامج تصميم رسومي مدفوعة وبرامج تصميم رسومي مجانية. من أهم برامج التصميم الرسومي المدفوعة برنامج الفوتوشوب، بينما البرامج المجانية برنامج الجيمب وبرنامج الإنكسكيب. ذكرنا من البرامج التصميم الرسومي المدفوعة الفوتوشوب، وهو يعتمد على الرسومات النقطية. أيضا الأدوبي إنديزاين تستخدمه الشركات، والكوريل درو يعتمد على واجهة أو يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ذات مميزات تحرير جيدة. أيضا برامج التصميم الرسومي المجانية مثل جينيلي وبرنامج الجيمب
وبرنامج الإنكسكيب. سؤال: هل يجب أن تكون الشعارات من النوع المتجه للحفاظ على جودتها مع التكبير والتصغير؟ بإذن الله في درسنا اليوم سنتعلم طريقة إنشاء الشعارات باستخدام برنامج الإنكسكيب، وسنتعرف على الفرق بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية، وكيف تحافظ الرسومات المتجهة على جودتها أثناء التصغير أو التكبير. إذن سنتعرف على الاختلافات بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية. الرسومات المتجهة تحافظ على جودتها مع التكبير أو التصغير، بينما الرسومات النقطية تعد أفضل طريقة لإنشاء صورة غنية ومفصلة. المقصود أن الرسومات النقطية عند تكبير الصور أو تصغيرها تفقد جودتها. أيضاً الرسومات المتجهة تعد أكثر مرونة ويمكن تغيير حجمها بسهولة دون فقدان جودتها، بينما الرسومات النقطية لا يمكن تغيير الحجم بشكل يحافظ على جودتها. في الرسومات المتجهة تعبأ عادة بلون واحد أو تدرج لوني، بينما الرسومات النقطية تعد أفضل من حيث إمكانية تحرير وإنشاء الصور بتأثيراتها المختلفة ومزج الألوان بسلاسة. إذن في النقطية يمكن مزج الألوان، بينما في المتجهة استخدام لون واحد أو تدرج لوني. أيضا من الاختلافات بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية أن حجم الملفات للرسومات ذات الأبعاد الكبيرة صغير. إذن الحجم الملفات ذات الأبعاد الكبيرة يكون صغير، بينما في النقطية حجم الملفات التي تحتوي على رسومات نقطية كبير نسبيا. يمكن في الرسومات المتجهة يمكن تحويلها بسهولة إلى رسومات نقطية، بينما في الرسومات النقطية عملية التحويل إلى رسومات متجهة تستغرق وقتا. الرسومات المتجهة أنواع امتدادات الرسومات المتجهة الشائعة AI وCDR والPDF والEPS والSVG. الصور النقطية هي أكثر تنسيقات الصور شيوعاً، امتداداتها الSD والPMB والTIF والPNG والGIF والGPG. هنا مثال: يمكن تحرير الرسومات النقطية في برنامج مثل أدوبي فوتوشوب، بينما الشعارات عن طريق برنامج أدوبي إليستريتور. في الصفحات يمكن دمج الصور عن طريق برنامج الإن ديزاين لتجميع العناصر. إذن الشعارات كما ذكرنا البرنامج الفوتوشوب، بينما الصفحات برنامج الإن ديزاين. ما أهمية وجود الشعار في الإعلان؟ الشعار أو اللوجو هو علامة رسومية أو رمز يستخدم للمساعدة في التعريف أو الترويج لهوية الشركة وتميزها، وقد يكون مجرداً أو يتضمن اسم الشركة أو علامتها المميزة. إذن الشعار هو علامة رسومية أو رمز. هو علامة رسومية أو رمز يستخدم لتحديد هوية الشركة، قد يكون مجرداً أو يتضمن اسم الشركة أو علامتها المميزة. يعتمد اختيار نوع الشعار المناسب لعملك على نوع الجمهور المستهدف ونوع المنتج والمنافسة. إذن يعتمد اختيار الشعار على نوع الجمهور المستهدف ونوع المنتج والمنافسة. أنواع الشعارات: أول نوع الشعار النصي. الشعار النصي يحتوي على نص فقط، يعد هذا الشعار الأفضل للشركات ذات الأسماء الفريدة والمثيرة للاهتمام. إذن أول نوع الشعار النصي. النوع الآخر شعار الحروف،
وهو شعار يعتمد على فن صياغة الحروف، ويتشكل من الحروف الأولى من اسم التجارية. عادة يستخدم شعار الحروف للشركات ذات الأسماء الطويلة أو الأسماء صعبة النطق، فيتم اختيار أول حرف من أسماء الشركة وتصميمها كشعار، نوعه شعار الحروف. النوع الثالث الشعار التصويري يكون من صور متجهة، تعمل كشعار للعلامة التجارية، يعد جيدا للشركات التي تستهدف العائلات والأطفال. النوع الأخير الشعار المدمج، يتم فيه دمج الصورة والنص، وهو شعار يجمع بين النص والصورة، ومن السهل تذكره ولكنه أكثر تعقيدا ويتطلب مصمما محترفا لإنشائه. تصميم الشعار اللوجو، تقام العديد من مهرجانات التمور في المملكة العربية السعودية. افترض أن أحد المؤسسات التي تنظم مثل هذه المهرجانات رشحتك كمصمم رسومات لتصميم شعار المهرجان من خلال استخدام برنامج الإنكسكيب. أولاً عليك إنشاء مستند جديد في البرنامج. ثانياً ستدرج صورة للتمور ونصاً يتكون منها الشعار. إذن لتصميم الشعار سنستخدم برنامج الإنكسكيب. سيتطلب عليك إنشاء مستند جديد وإنشاء صورة ونص يحتوي على شعار التمور في المملكة العربية السعودية. أولاً لتحميل البرنامج نقوم بفتح الكتاب التفاعلي في منصة عين، يوجد رابط البرنامج، بعد ذلك داونلود، نقوم باختيار الكرنت فيرجن، بعد ذلك نختار نوع الجهاز مثلا هنا ويندوز، يتم تحميل البرنامج تلقائيا. بعد ذلك تظهر سيت اب، نيكست، انستول، بعد ذلك يتم تحميل البرنامج في الجهاز. عند فتح البرنامج ستظهر لنا واجهة برنامج الإنكسكيب، تحتوي أولاً على شريط الأوامر، فايل إديت فيو، يسمى بشريط الأوامر أو الكوماند بار. بعد ذلك شريط التحكم بالأدوات وشريط الالتقاط وصندوق الأدوات ونوافذ الخصائص ولوح الألوان ولوحة ومنطقة التصميم. أولاً عليك بإنشاء مستند جديد. طريقة إنشاء المستند الجديد، من نقوم بفتح البرنامج، بعد ذلك فايل، بعد ذلك دوكيومنت بروبرتيز أو خصائص المستند. من نافذة الدوكيومنت بروبرتيز نقوم باختيار الديسبلاي، بعد ذلك نقوم بتغيير الوحدة إلى السنتيمتر، ونقوم بتعديل الطول والعرض إلى 10 سنتيمتر. بعد ذلك نقوم بإغلاق نافذة خصائص المستند. إذن لإنشاء مستند جديد، من فايل نقوم بالضغط على Document Properties، بعد ذلك نافذة Display، نقوم باختيار الوحدة سنتيمتر، نقوم بتعديل العرض إلى 10 سنتي والطول إلى 10 سنتي. بعد ذلك نقوم بإدراج الصورة. لإدراج الصورة من قائمة ملف نقوم بالضغط على Import أو استيراد، نقوم باختيار الصورة المراد، وضعها كشعار، بعد ذلك Open، يتم فتح الصورة في لوحة الرسم.
إذن لإدراج الصورة نقوم بالضغط على فايل إمبورت، نقوم بفتح الصورة التي تم حفظها مسبقا، بعد ذلك أوبن أوكي. لتغيير حجم الصورة ممكن السحب والإفلاج لتغيير الحجم بالشكل المناسب. بعد ذلك سنقوم بإدراج نص ليكتمل الشعار. لإدراج نص نقوم من التول بوكس، من قائمة الأدوات نقوم باختيار التكست تول أو أداة النص. بعد ذلك نقوم بكتابة النص مهرجان التمر. بعد ذلك نقوم بالضغط من شريط الأدوات على تكست أند فونت، نقوم بتغيير الخط إلى النوع الكوفي. بعد ذلك نقوم بتغيير خصائص الخط بجعله عريض بولد، وحجم الخط إلى 17. أيضا نقوم بتغيير اللون من خلال عجلة الألوان. إذن لإدراج نص من شريط الأدوات نقوم بكتابة النص، مهرجان التمور. بعد ذلك من تكست اند فونت نقوم بتغيير الخط إلى الخط المناسب، هنا اخترنا نوع الخط كوفي. بعد ذلك نقوم باختيار البولد أو الخط العريض وحجم الخط 17. بعد ذلك أبلاي أو تطبيق التغيرات. بعد ذلك نقوم بتغيير اللون من Object Fill and Stroke. بعد ذلك نقوم بتغيير اللون إلى اللون المناسب لمهرجان التمور، مناسب للون الصورة. بعد ذلك سنقوم بتصدير الشعار كصورة. لتصدير الشعار كصورة نقوم من قائمة ملف، بعد ذلك الضغط على إكسبورت. سنختار نوع الملف ملف البي إن جي، لأن ملف البي إن جي ملفات البي إن جي مناسبة للشعارات لأنها لا تظهر خلفية خلف الشعار، بحيث مناسبة لوضعها في الكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية الأخرى، بحيث أن الخلفية شفافة تسمح بظهور ما ورائها. إذن كما ذكرنا لتصدير الشعار كصورة نقوم باختيار نوع الملف البي إن جي ليظهر الشعار بهذا الشكل. إذا لتصدير الشعار كصورة فايل إكسبورت، بعد ذلك نقوم باختيار النوع بي إن جي، نقوم بحفظه في المكان المناسب مثلا في مجلد مهرجان التمور. بعد ذلك الضغط على إكسبورت لتظهر هذه النتيجة النهائية. نشاط: صل المصطلحات التالية بما يناسبها في العمود باء. أولا الرسومات المتجهة. ممتاز، الرسومات المتجهة هي تحافظ على جودتها مع التكبير والتصغير. ثانيا الرسومات النقطية. ممتاز، هي تعد أفضل من حيث إمكانية تحرير وإنشاء الصور ومزج الألوان بسلاسة. ثالثا الشعار النصي، وهو مناسب ويحتوي على النصوص فقط، وهو الأفضل للشركات ذات الأسماء الفريدة. أخيرا الشعار التصويري، ممتاز، وهو يتكون من صورة متجهة تعمل كشعار للعلامة التجارية، ويعد جيدا للشركات التي تستهدف العائلات والصغار. إذن تعلمنا في درسنا اليوم الاختلافات بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية، بالإضافة إلى أنواع الشعارات مثل الشعار النصي وشعار الحروف والتصويري والشعار المدمج. أيضا تعرفنا على طريقة تصميم الشعار باستخدام برنامج الإنكسكيب.
تقويم ختامي، صمم شعاراً لمدرستك وتأكد من حفظ الشعار بخلفية شفافة بحيث يمكن استخدامه مرة أخرى في أي ملصق. بعد تصميم الشعار قم بتسليم العمل إلى معلمك في المدرسة. شكراً لكم على حسن المتابعة.